الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، نحمده على جزيل نعمائه ونشكره على جميل آلائه، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فيا أيها الإخوة المؤمنون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، لأن الله عز وجل يقول: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وأوصيكم ونفسي باغتنام الساعات المباركات والأعمال السعيدات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن من الخطايا إذا اجتنبت الكبائر. أيها الإخوة المؤمنون، نحن الآن في الأيام الأخيرة من شهر شعبان، وعلى أبواب شهر رمضان المبارك، وكلما اقترب شهر رمضان ازداد الشوق إليه والرغبة فيه، ذلك لأنه شهر الصيام والقرآن، شهر الرحمة والمغفرة والإتق من النيران، شهر تهب فيه النفحات الإلهية، شهر تكفر فيه السيئات وترفع فيه الدرجات، شهر يصفد فيه الشياطين، شهر تغلق فيه أبواب النيران وتفتح فيه أبواب الجنان، شهر ينادي نداء حارا: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر وأدبر. أيها الإخوة المؤمنون، إذا كان هذا الشهر يتميز بهذه الفضائل وهذه الخصائص، فلننظر في أسوة النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يستقبل هذا الشهر وكيف يرحب به. كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ينتظر هذا الشهر منذ أمد بعيد بفارغ الصبر، وكان ينتظر بوجه خاص منذ شهرين متواليين ويفرح بقدومه، وكان يدعو هذا الدعاء: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يخطب في آخر أيام شعبان خطبة جامعة مؤثرة يذكر فيها فضائل هذا الشهر وآداب هذا الشهر وحقوق هذا الشهر وأعمال هذا الشهر. وكان الصحابة الكرام رضي الله عنهم يستقبلون هذا الشهر أيضا بتبشير بعضهم بعضا، يبشرون بقدومه، وكانوا يستقبلون بتحري الهلال، وكانوا يستقبلون بقضاء الصوم الفائت من العام الماضي، وكانوا يستقبلون هذا الشهر
بالإكثار من شهر من الصوم في شهر شعبان، وكانوا يستقبلون بالإكثار من تلاوة القرآن والصلوات النافلة، وكذلك من الإكثار في الجود والسخاء والإنفاق للفقراء والمساكين. وقد روي عن بعض السلف أنهم كانوا يدعون هذا الدعاء: اللهم سلمني إلى رمضان، أسلم رمضان لي وتسلمه منا متقبلا. وكان السلف الصالح يدعون منذ 6 شهور أن يبلغهم الله عز وجل إلى رمضان، وإذا انقضى رمضان فكانوا يدعون أن يتقبل الله عز وجل منهم ما قاموا في هذا الشهر بأداء الصيام والقيام وعن الأعمال الكثيرة، وكانوا يهتمون بوجه خاص بالدعاء. وقد روي في المعجم الكبير للطبراني عن شداد بن عوف رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا شداد، إذا اكتمث الناس الذهب والفضة، إذا اكتمث الناس الذهب والفضة، فاكنز هذه الكلمات: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، اللهم إني أسألك حسن عبادتك وشكر نعمتك، اللهم إني أسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، وأنت التواب الرحيم، وأنت علام الغيوب. أيها الإخوة المؤمنون، الناس في هذا الشهر قسمان: قسم يفرح ويصر بقدوم هذا الشهر ويستبشر بهذا الشهر استبشارا، فإذا دخل هذا الشهر فإنه أكثر من الصيام والقيام والعبادات النافلة. فلا شك إن هذا الرجل إنه سجل اسمه في عداد عباد الرحمن، في عداد المقبولين عند الله عز وجل، ذلك لأن الله سبحانه وتعالى يقول: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وهناك قسم آخر من الناس إنهم يستقبلون هذا الشهر استقبالا ميتا باردا، يتغافلون عن بركة هذا الشهر، فإنهم يقطعون جبينهم ويعرضون ويشيعون، وإذا دخل الشهر فإنهم يقضون أيامهم وخاصة نهارهم في النوم والاستراحة، وإنهم يقضون ليلهم في السهر وفي اللغو وأمثال ذلك من الأمور الباطلة. لا شك أن هذا الرجل وأن أمثال هؤلاء الناس خسروا الدنيا والآخرة، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر. أيها الإخوة المؤمنون، رمضان هو شهر التقوى، والتقوى امتثال أوامر الله تعالى واجتناب نواهيه، فلا بد أن نستقبل هذا الشهر بذات من التقوى، لأن الله عز وجل يقول: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ورمضان هو شهر الاستغفار وشهر الدعاء، فلا بد أن نستقبل هذا الشهر بالتوبة الصادقة والاستغفار الكامل، ذلك لأن الله عز وجل يقول: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ورمضان هو شهر الصيام والقرآن وشهر العبادات الكثيرة، فلا بد أن نستقبل هذا الشهر بتعلم أحكام ومسائل وتعاليم هذه العبادات، وأيضا نستقبل هذا الشهر بصيام رمضان إيمانا واحتسابا، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهناك أمور أربعة في حديث سلمان رضي الله عنه خاصة بالنسبة إلى رمضان: الأول الإكثار من كلمة لا إله إلا الله، والثاني هو الاستغفار، والثالث هو طلب الجنة، والرابع هو التعوذ من النار. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله
نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فيا أيها الإخوة المؤمنون، إن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدا فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة لقدسه وثلث بكم أيها المؤمنون حيث قال مخبرا وآمرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ولا سيما على سيدنا أبي بكر الصديق صاحب رسول الله في الغار، وعلى سيدنا عمر الفاروق قام أساس الكفار، وعلى سيدنا عثمان بن نورين صاحب الحلال والوقار، وعلى سيدنا علي المرتضى أسد الله الجبار، وعلى سيدنا الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما، وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها، وعلى عمي النبي المكرمين بين الناس أبي عمارة حمزة وأبي الفضل العباس، وعلى سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. اللهم اغفر لي ولمن أحسن إلي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم ألف بين قلوبهم وأصلحهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أذل الشرك والمشركين. اللهم أهلك أعداءك وأعداء الدين. اللهم شتت شملهم. اللهم مزق جمعهم. اللهم فل حدهم. اللهم نكس أعلامهم. اللهم خذهم أقصى عزيز مقتدر. اللهم صل ونصر دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم ولا تجعلنا منهم. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العلي العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم واشكروا نعمه يزدكم. ولذكر الله تعالى أعلى وأبلى وأجل وأتم وأهم وأكبر، والله يعلم ما تصنعون.